سعيد وصيتك اكثر من مره لما تروح الجيم او الصالون تاخذ المنشفه الخاصه بك وياك حتى تتلافى انتقال اي عدوى. وحتى في البيت يا سعيد المناشف بحاجه لرعايه دائما. كل مره تستخدم المنشفه تنقل لها انواع مختلفه من البكتيريا الموجوده على جلدك. صحيح ان هذه البكتيريا قد تكون غير مؤذيه وجسمك عنده مناعه ضدها، لكن لما تتكاثر في ظروف الحراره والرطوبه والظلام داخل المنشفه راح تعطي رائحة كريهة. وفي دراسة جريت في أمريكا أشارت أن 90% من المناشف المنزلية تتلوث ببكتيريا نقلها الناس، و14% منها ملوثة ببكتيريا الإيكولاي الخطيرة، وخطر العدوى يزيد في حال وجود جروح أو خدوش على الجلد واليدين. لذلك من الضروري استخدام المنشفة يومين فقط، ثم غسلها بالماء الساخن مع إضافة مبيض بالأكسجين اللي تقدرون تلاقونه في السوبر ماركت للقضاء على البكتيريا. بعدها تنشيفها في الشمس إذا أمكن، وذلك لقدرة الأشعة ما فوق البنفسجية على قتل الجراثيم. هناك عادة منتشرة بين الأطفال يغسلون يديهم بسرعة ويحسبون أن التنشيف هو اللي بينظف اليدين، فضروري يا سعيد تنبههم على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تنشيفها. عساكم دوم صحة وسعادة.